هل الإجهاض خير ولا شر؟ دايما الأمهات اللي بيحصل لها إجهاض بتبقى متضايقة وزعلانة إن هو حصل إجهاض عندها، لكن لازم تعرف كل أم إن أي أم حصل عندها إجهاض ده منع عنها شر كبير. ليه بقى؟ أي مشكلة وراثية بتؤثر في تكوين الجنين بيبقى ليها نتيجة من كذا نتيجة بتحصل. رقم واحد، يتم إجهاض في أول 3 شهور. رقم 2، يحصل عيوب خلقية. رقم 3، يحصل أن طفل توفى قبل الولادة. رقم 4، الطفل يتولد بعيوب خلقية متعددة جدا. رقم 5، ان ممكن الطفل يكمل وتظهر عليه مشاكل وراثية بعد كده فترة الطفولة والبلوغ. عشان كده الاجهاض هو ربنا سبحانه وتعالى خلى الام تجهد عشان يمنع عنها شر كبير. ولكن دي مهمة جدا، لما يحصل اجهاض الصح اللي يتعمل اننا يتم تشخيص سبب الاجهاض. ليه؟ لان زي ما ربنا سبحانه وتعالى منع عننا شر ان حصل اجهاض في الحمل ده، فمش الطبيعي ان انا ما اعملش الفحوصات اللي بيها اطمن هو الاجهاض ده حصل ليه، لان الاجهاض ده ممكن يحصل زي ما قلنا في فيديوهات قبل كده كتير، فيروسات وادوية. بس الحاجة المهمة اللي تهمنا احنا ان يكون حصل الاجهاض ده نتيجة لمشاكل وراثية، سواء كانت مشاكل كروموسومات او مشاكل جينات. علشان كده اي ام يحصل عندها اجهاض لازم قبل ما يحصل اي حمل تاني يتم فحصها بواسطة الدكتور الوراثة عشان نشوف هل عندها تاريخ مرضي، مش بس للأم، لان تاريخ مرضي للأم والأب، لأي مشاكل وراثية، ويتم عمل فحوصات وراثية لازمة عشان ما يحصلش إجهاض تاني. نحمد ربنا ونقول الحمد لله ان حصل إجهاض ومنع عنكم شر كبير. رقم 2، ندور على السبب عشان خاطر يقدر ربنا يكرمنا ان شاء الله بإذن الله بالطفل سليم معافى. ربنا يا رب يرزقكم الذرية الصالحة ويبارك في أولادكم جميعا.